السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طلبة جميع أساتذة والأستاذات، تحية طلبة جميع الطلبة، جميع متتبعي قناة الرياضيات لجميع المستويات. إذا قناة الرياضيات خاصة بمادة الرياضيات، لكن هنا سنحاول أن نقدم هذه المادة، مادة الموارد، بحكم أنها مادة صعبة شيئا ما ونريد تبسيطها. إذا الهدف من هذا الفيديو هو تحديد أصل مسألة الموارد أو تعرف كيفية يعني تأصيل الفريضة. تأصيل الفريضة، حيث قلنا بأن أصل المسألة، دائما نبحث عن أصل المسألة، هو أقل عدد تخرج منه السهام بدون كسر أو بلا كسر. إذن الهدف هو تحديد أصل مسألة الموارد. إذن لتحديد أصل مسألة الموارد أو تأصيل الفريضة يجب أن نحدد الفرائض المقدرة. هي عندنا هنا النصف، الربع، الثمن، يعني قسمناها إلى مجموعتين، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. المجموعة الثانية تتكون من الثلث، ثلثين، والسدس. إذن من خلال هاتين المجموعتين يمكن أن يعني بطريقة بسيطة، طريقة سليمة، أن نحدد أصل الفريضة باتباع الخطوات التالية. إذا كان يعني صاحب الفرض من المجموعة الأولى، من هذه المجموعة، يعني من هذه المجموعة، فأصل المسألة يكون من مقام الفرد، من مقام الفرد. يعني إذا كان عندنا شخص واحد عنده واحد على اثنان، فأصل المسألة هو اثنان. إذا كان عندنا شخص مثلا عنده الربع فقط مع العصبة، فأصل المسألة هو أربعة. إذا كان شخص واحد يعني عنده فرد، يعني وارث بالفرد، عنده واحد على ثمانية، فأصل المسألة هو ثمانية، يعني مقام الفرد. إذن هذا إذا كان شخص واحد. ثم سنرى إذا كان هناك اختلاط، يعني إذا كان شخص عنده النصف مثلا وشخص عنده الثلث، هنا يكون مسألة تكون حاجة أخرى. إذا هنا سنأخذ مثلا المجموعة الأولى، سنشتغل على المجموعة الأولى. إذا نحاول أنكم تضبطوا هذه المجموعتين، المجموعة الأولى فيها الربع، نصف، الربع، الثمن، ثم المجموعة الثانية فيها الثلث، ثلثين، ثم السدس. إذا ضروري ضبط المجموعتين. ففي المجموعة الأولى، سنشتغل على المجموعة الأولى، عندنا شخص مثلا عنده نصف، فمقام المسألة يعني أصل المسألة هو اثنان. هي من خلالنا إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد، أصل الفريضة هو مقام ذلك الفرض. المقام قلنا بأن هنا كاين البسط والمقام، هذا الكسر هذا فينقسم إلى البسط، وفي الأسفل كاين كنسميوه بالمقام. هنا البسط واحد، المقام اثنان. إذن أصل المسألة هو اثنان. ثم إذا كان فرد واحد وواحد على أربعة، يعني عنده واحد على أربعة، فأصل المسألة هو أربعة، يعني المقام. إذا كان فرد واحد عنده واحد على ثمانية، فأصل المسألة هو ثمانية. إذن واضح جدا طريقة تحديد أصل المسألة إذا كان فرد واحد من المجموعة الأولى مثلا، أو من المجموعة الأولى. ثم إذا كان في المسألة فردين اثنين من مجموعة واحدة، إذا كان فردين، إذا كان جوج ديال الناس من نفس المجموعة، يعني من هذه المجموعة مثلا، هذه هنا نأخذ أكبر مقام، أكبر مقام مثلا واحد على اثنان مع واحد على أربعة، فكنأخذ أكبر مقام اللي هو أربعة. ثم إذا كان مثلا واحد على أربعة مع واحد على ثمانية، فنأخذ أكبر مقام هو ثمانية. إذن من مجموعة واحدة، إذا كان في المسألة فردين اثنين من مجموعة واحدة، أصل المسألة هو الأكبر مقام. إذا واحد على اثنان مع واحد على ثمانية، فأصل المسألة هو ثمانية. لماذا؟ أنا باش نشرحه علاش بالضبط، لأن الثمانية مضاعف للعدد اثنان، من مضاعفات اثنان، يعني المضاعف المشترك للعددين، يعني هو المضاعف المشترك للعددين هو ثمانية، فنأخذ العدد ثمانية. أنا كذلك إذا كان مثلا واحد على ستة مع واحد على واحد على ثلاثة مع واحد على ستة، فأصل المسألة هو ستة، يعني المقام أكبر مقام. فين هو المقام الكبير؟ ثلاثة ولا ستة؟ إذا ستة هي الكبيرة، كناخذ ستة. لماذا؟ لأن ستة هي من مضاعفات العدد ثلاثة، صفر، ثلاثة، ستة. إذا نأخذ المقام يعني المضاعف
مشترك لهما وهو 6. ثم هنا 1 على 2 مع 1 على 4، كذلك أصل المسألة هو 4 لأن هنا في المضاعفات ديال 2 هناك 4، 0 2 4 0 4، إذن المضاعف المشترك لهاد العددين يعني المقامين هو 4 4. إذن دائما لأن هذه المسائل تتم بتوحيد المقام بين العددين، إذن المقام نأخذ 4 أكبر مقام. هذا في اختلاط بين المجموعتين، في اختلاط بين المجموعتين، إذن قلنا في اختلاط، ما معنى اختلاط بين المجموعتين؟ يعني لا كان شي واحد من هنا وشي واحد من هنا، لا كان شي واحد من هنا وشي واحد من هنا، يعني واحد من المجموعة الأولى وواحد من المجموعة الثانية. أشنو كنديرو؟ كناخدو أكبر مقام، أكبر مقام أكيد أنه غادي يكون من المضاعفة من المضاعفات. إذا سنتعرف على طريقة المضاعفات، إذا غنشوفو اختلاط بين المجموعتين. فاختلاط بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، هاي المجموعة الأولى، إذا احنا حددنا المجموعة الأولى وهي المجموعة الثانية. إذا اختلط، إذا كان هناك اختلاط بين المجموعتين، يعني واحد من هنا وواحد من هنا، خذينا مثلا واحد شخص عنده 1 على 2 وشخص عنده 1 على 3، شنو كنديرو هنا؟ كنديرو توحيد المقام، توحيد المقام. إذا هنا الطريقة ديال توحيد المقام فهي طريقة سهلة جدا، طريقة توحيد المقام. فإلى عندنا 1 على 2 1 على 3، إذا انتبهوا مزيان، قلت إذا اختلط، إذا اختلطت نقوم بتوحيد المقام، نبحث عن المضاعف المشترك الأصغر للعددين، المضاعف المشترك للعددين، المضاعف المشترك الأصغر للعددين. إذا سنحاول التوضيح، يعني أننا خدينا 1 على 2 من المجموعة الأولى هي، وواحد على 3 من المجموعة الثانية. إذا فنبحث هنا عن المقام الموحد للعددين، المقام الموحد للعددين، إذا هو جداء هذا في هذا، يعني 2 في 3 تساوي 6. جوج في ثلاثة تساوي ستة، إذن جداء المقامين، جداء المقامين. المضاعفة ديال اثنان قلت هي هذه، والمضاعفة لك ما كتنتهيش، ما كتكملش، يعني كتبقى مستمرة، المضاعفة لا تنتهي فهي تبقى مستمرة. إذن صفر اثنان أربعة ستة ثمانية عشرة اثنا عشر 14 16 18 20 لغداك، مضاعفة ديال اثنان. مضاعفة ديال ثلاثة كنمشيو لهنا، هي 0 3 6 9 12 15 18 21 الى غير ذلك. اذا هنا فالمضاعف المشترك الاصغر لهذا العدد يعني يخالف الصفر، ما غاديش ناخذو اكيد الصفر، هنا كاين 6 في هذا الصف، هذا كاين 6 وهذا الصف كاين 6، اذا فاصل المساله هو 6. ونكتب هنا، يعني لاحظوا اننا خدينا الفرد، يعني السهم ديال الفرد اللي كاين هنايا هو عنده النصف وهذا ثلث، فاصل المساله هو 6. اذا اكيد انها واضحه جدا، يعني فين لقينا 6، لان درنا توحيد المقام ديال هاد العددين 1 على 2 1 على 6، درنا توحيد المقام بين هاد الجوج هادو. اذا المقام الموحد لهما يعني هو المضاعف المشترك لهما، يعني المقام المضاعف المشترك الاصغر هو 6، ملي كنديرو مضاعفات 2 مضاعفات 3 وحنا لقينا 6 كاينه هنايا وكاينه هنا، بالتالي اصل المساله هو 6. نشوفوا مثال اخر، مثلا ففي المجموعه، إذا كان في المجموعة الأولى 1 على 4 والمجموعة الثانية 2 على 3، إذن هنا المثال الأول أن أصل المسألة عطانا 6. المثال الثاني، إذا كان مثلا المسألة خدينا 1 على 4 2 على 3، غادي نشوفو مضاعفات ديال 4، هي مضاعفة 4 0 4 8 12 16 20، أعتقد أنها واضحة. ثم المضاعفات ديال 3، عندنا 0 3 6 9 12 15 18 21، اذا هنا المضاعف المشترك لاحظوا انه كاين هنا 12 وهنا كاين 12، اذا اصل المساله هو 12. اصل المساله اذا دائما ملي كيحطوا لنا المساله بحال هكا 1 على 4 2 على 3، اش كنديروا؟ كنديروا 3 في 4، اذا الا ضربنا 3 في 4 تساوي 12، هي اصل المساله. نفس الشيء اللي درنا في 1 على 2 1 على 3، كنديروا 2 في 3، اذا اعتقد انها واضحة. نمشيو للمثال الآخر، مثلا إلى خدينا تمن مع السدس، المثال إذا ناخدو تمن من المجموعة من السدس من المجموعة الأولى وناخدو تمن من المجموعة الثانية، إذا التمن والسدس عفوا، المجموعة الأولى، إذا هي المجموعة الأولى عطاتنا التمن، المجموعة الثانية
لقينا فيها شخص عنده سلوس. إذا فمضاعفات 6 هي 0 6 12 18 24 30 36، إذا غير منتهية، إذا كتبقى 24. مضاعفات 8 0 8 16 24 32 40، إذا ناخذ 24 هو المضاعف المشترك بيناتهم، كاين 24 هنا كاين هنا، إذا أصل المسألة هو 24 24. هو المضاعف المشترك الأصغر للعددين 6 و 8 6 و 8. إذن بهذه الطريقة قمنا بتحديد أصل المسألة. إذن عرفنا دابا الأصل، العدد اللي كيكون هنايا هو الأصل، هو الأصل ديال المسألة. غادي ناخد واحد المثال، ناخد واحد المثال بسيط جدا، ومن بعد إن شاء الله في الفيديو المقبل سنتعرف على طرق تحديد الأصل المسألة وإنجاز يعني الفرائض وكذلك حل المسائل بطريقة علمية. إذن انطلاقا من مثال هلك هالك عن جدة لأم، عندنا المثال هنا جدة لأم بنت وابن، إذا ثلاثة ديال الأشخاص، ثلاثة ديال الأشخاص. بالنسبة كنضعوا المسألة بحال هذا الشكل هذا، فعندنا هنا الجدة لأم عندها سدس، هو السدس، ثم عندنا الابن ثم البنت، فهنا الابن يكون عصيب يعني يرث بالتعصيب، ثم البنت ترث بالتعصيب مع الابن، كتورث بالتعصيب مع الابن، يعني كيقسموا داكشي اللي بقى بيناتهم. ملي كتاخذ الجدة يعني النصيب ديالها اللي هو السدس، فداكشي اللي بقى كيقسمو الابن مع البنت، يعني كيورثو بالتعصيب. لكن الحالة اللي كاين هنا ان البنت، ان هنا الذكر دائما يرثو يعني جوج ديال الحقوق، جوج ديال الحقوق، والبنت كتورث حق واحد. اذا هنا جوج ديال الحقوق عند الولد هو، والبنت عندها واحد الحق، واحد الحق، وهنا كنسميوه سهم. اذا هنا جوج ديال السهم، وهذا سهم واحد. اذا بالتالي ان الاصل المساله قلنا هو المقام ديال هاد هو هاد 6، هذا هو الاصل ديال المساله، يعني مقام هاد الفرد اللي عندنا هنايا. ثم قلت بان هنا كاين غادي نحطوا الام عندها او الجده لام عندها واحد، لان شخص واحد، اذا كيبقى لنا هنا شحال 5، 6 ناقص 1 5، اذا هاد 5 جات لينا هنايا بين هاد الابن والبنت، بالتالي ان هنا ممكنش نقسمو 5 على 2، الا قسمنا 5 على 2 كتعطينا 2.5، وهذا هو انكسار، كنسميو انكسار في المساله. اذا بالتالي ان هاد المساله بحال كنقولوا انها خاطئه، بالتالي يجب تصحيحها. اذا الطريقه ديال التصحيح ديالها غادي نديرو التصحيح في العدد 18. يعني كيف وجدنا 18؟ كيفاش لقينا 18 هنايا؟ ان خدينا السهم ديال الابن عنده 2 والبنت عندها 1، اذا 3، يعني كنكتبوا 3 هنايا، ها هي هاد 3 ها هي، ثم غنديروا 6 في 3، 6 في 3، إذا هنا 6 في 3 تساوي 18، كتعطينا 18. هنا 18 كنجيو لهنا، أش كنديرو؟ كناخدو هاد السهم، يعني هاد جوج، هاد السهم ديال الإبن جوج، في السهم ديال البنت واحد، إذا 3، هي هادي، هي 3، هاد 3 كنضربوها في واحد، 3 مضروبة في واحد، كتعطينا 3، هاهي، إذا راه كتبتها لكم هنايا. ثم بالنسبة لهنايا عندنا 3، عندنا 3، وعندنا هنا 5، يعني 5 ديال اللي بقات لينا هنايا، 5 في 3، 5 في 3، 5 في 3، 5 في 3 تساوي 15، ها هي، ها هي كتبتها هنا، و15، 15 شنو غادي نعطيو؟ غادي نعطيو 2 ديال السهم للابن، 2 ديال السهم للابن، وواحد للبنت، إذا 15 غنقسمو على 3، 15، 15 مقسومة على 3 تساوي 5. تساوي 5، إذا ملي كتساوي 5 غنعطيو 2 ديال 5 للابن هي 10، ونعطيو 5 للبنت، 1 5 للبنت، البنت غنعطيوها 1 5 اللي غنعطيوها. إذا هنا الجدة لأم ترث سدس فرضا، الابن يشترك في مع البنت في الباقي، يعني تعصيب بالنفس، وهي عندها تعصيب بالغير، لأنها كتورث ملي كيكون عندها، ملي كيكون الابن. إذا للذكر مثل حد الأنثيين، يعني للذكر لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهم واحد. إذا هذا هو اللي شرحنا هنايا، أن المسألة وجدنا الأصل ديالها، وجدنا الطريقة ديالها. إذا قلت بأن المسألة فيها انكسار، أي أن العدد 5 غير مناسب للقسمة، ويتم تصحيحها من العدد 18، من العدد 18، ها هو. هاد 18 قلنا هي 6 في 3، 6 في عدد الأسهم اللي عندنا هنايا ديال الإبن والبنت.
إذن أتمنى أن أفيدكم في هذا الفيديو. إن شاء الله سأوافيكم بفيديوهات جديدة يعني توضح طريقة تحديد هذه الفريضة إن شاء الله، و إن شاء الله سأعمل على تحديد يعني تقديم مجموعة من الأسئلة، مجموعة من الأمثلة لفهم الجيد لهذه المسائل. وبالتوفيق للجميع، شكرا.